نروح لمتابعة يعني الملف الخاص بالطقس غير المستقر يلا اللي بينا. انت بدأتي فيه. يلا بينا. ومعانا دلوقتي سيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. صباح الخير يا سيادة اللواء. صباح الخير عليكم وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الخير. سيادة اللواء، يمكن واحنا بنتكلم على الطقس غير المستقر دايما محافظة الإسكندرية سباقة، هي أول المحافظات اللي بتتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، ويمكن اللي بدأتها بالنوة اللي كانت موجودة كأولى المحافظات أو تاني المحافظات تحديدا بعد أسوان. عاوز أعرف الطقس عندكم إيه الأخبار، وتعاملتم حتى الآن مع هذه الحالة من الطقس إزاي؟ يعني أولا خليني أقول لك طبعا الاستعدادات لموجات الطقس السيء أو النوات بتبدأ من قبل النوات بثلاث شهور أو أربع شهور تقريبا. نعم. بنجهز، إحنا عندنا عدد كبير جدا من المطابق والشنايش، يعني لو قلت لك عندنا 94 ألف مطبق و 34 ألف شنيشة، دول كلهم عاوزين يتسلكوا ويتطهروا. نعم. بعد موسم الصيف بيبقوا عشان يبقوا جاهزين لاستقبال الأمطار. بالإضافة تحديث أسطول الخاص بالصرف الصحي في اسكندرية، بنضيف ليه عربيات جديدة وسائل. نعم. فكرة تحديث البنية التحتية يعني. ألو. يعني الظاهر اللي احنا فقدنا الاتصال. سيادة اللواء حضرتك معنا؟ طيب يعني هنحاول الاتصال مرة تانية، لكن جهود كبيرة بتقوم بها الدولة. يمكن كان معنا مطروح من شوية، شركة يعني مياه الصرف الصحي بمطروح. شفنا ازاي الجهود اللي موجودة، نفس الجهود دي موجودة في محافظة الإسكندرية، وموجودة كمان في محافظة كفر الشيخ، وشفنا في أسوان ازاي تعاملوا. كان برنامج التسعة ليه تغطية خاصة هناك، نزلنا وتعايشنا مع الأهالي، وشفنا ازاي يعني الدولة بتتكاتف كل الأجهزة وتتضافر. حلو كمان زي ما انت قلت احمد، التكاتف ما بين أجهزة الدولة والمواطنين عشان نقدر نحل الأزمة دي بسرعة. مصر احنا مش متعودين قوي على الأمطار، هي حاجة موسمية هنا جدا. في يعني في فن اسمه فن إدارة الأزمات. الحقيقة فن إدارة الأزمات ده ظهر بشكل واضح قوي، ان الدولة المصرية بدأت تتغير في إدارة كل الأزمات بداية من 2020. شفنا في 2020 حالة الطقس غير المستقر كان ازاي في تعامل معاها بشكل مهني وحرفي. لكن خليني كمان اقول لك ان سهولة المعلومة هي اللي سهلت عملية يعني سهولة في التصدي لهذه الظاهرة. نروح لسيادة المحافظ مرة تانية. معنا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برحب بحضرتك مرة تانية. اهلا بيكي. ويبدو ان الخط قطع بقى لان في موجة من الأمطار موجودة عندنا دلوقتي، اكيد بتأثر على الاتصالات. بتأثر على شبكة الاتصالات بالكامل. طمنا يا فندم على الشوارع عاملة ايه دلوقتي؟ عاوز اقول لك حاجة بأمانة. احنا السنة دي اعتقد ان احنا نجحنا كويس جدا، افضل من الاعوام السابقة. كل المساحات طبعا احنا عندنا بيبقى في تجمعات مياه كتير جدا على مستوى محافظة اسكندرية بالكامل، سواء في الميادين العامة أو في الشوارع الجانبية. كل ده الحمد لله احنا كل الشوارع الرئيسية والميادين العامة تخلصنا من مياه الأمطار اللي موجودة فيها، وبيبقى الحكم في هذا الأمر هو حالة السيولة المرية اللي موجودة في الشارع. أما بعض الشوارع الجانبية وبعض المناطق العشوائية لا زال فيها تجمع مياه، لأن احنا عربيتنا كلها بتستخدم للشوارع الرئيسية في الفترة الأولى أو في المبدئيا عشان نسهل الحركة المرورية. الشوارع الجانبيه بتستمر فيها المياه يومين او ثلاثه لغايه ما بنروح بعربيات الصرف الصحي او بالبدلات بنستخدمها في شفط كميات المياه اللي موجوده فيها. عندنا مشكله ايضا في اسكندريه، ربما المناطق العشوائيه اللي هي المنسوب المباني فيها تحت المنسوب الارض الطبيعيه، المياه بتنجرف ليها، فالمياه بترتفع في بعض البيوت وبعض المنازل بارتفاع 20 سم و50 سم واحيانا بتصل الى متر. كل ده اللي يمكن عملنا عليه وكان امر فخامه الرئيس بنقل المناطق العشوائيه الى بشائر الخير. وده الهدف اللي احنا حققناه العام الماضي. ثم خليني اضيف ان الحقيقه فخامه الرئيس العام الماضي امر بمليار و300 مليون جنيه لصالح الصرف الصحي في اسكندريه. ودي كان ليها اثر فعال جدا في ان احنا نجتاز العديد من النقاط الساخنه ونعمل فيها صرف صحي كويس، وبدليل ان الطريق الصحراوي احنا عندنا كان كل نوة لازم الطريق الصحراوي القاهرة اسكندرية بيتقطع
وتبقى صحيح. الحركه فيه بطيئه جدا ويبقى فيها مشاكل. هذا العام الحمد لله لم تحدث ثمة مشاكل في طريق الصحراوي حتى الان. احنا عطلنا الدراسه يومين، والنهارده في دراسه وعمل، وان كان بعض الامطار الارصاد بلغتنا طبعا زي ما بتقولي حضرتك في معلومه بلغتنا ان هتكون بعض الامطار الخفيفه والبسيطه، ولكن يعني الدراسه رجعت تاني دلوقتي ولا لسه؟ لا رجعت الامطار تاني على معظم الاحياء. يعني حتى الان الدراسه بتعطل اليوم الثالث على التوالي. عفوا لا عفوا الدراسه النهارده شغاله، الامطار هي والامطار اشتغلت برضه. طب سياده اللواء، يعني كنا لسه زي ما حضرتك بتقول ان المعلومه وسهوله تنقلها ما بين الوزارات هي السبب في ان احنا يبقى عندنا سرعه تصدي للامطار السنه دي وهذه الظاهره. في الحقيقه احنا شفنا مجهودات كبيره قوي في الاسكندريه بالذات، لان زي ما احمد كان بيقول ان الاسكندريه دايما هي الاولى اللي يعني بتتعرض للامطار. فهل حقيقي هي المعلومه هي السبب، ويمكن تكاتف الوزارات وتضافرها مع بعض والمواطنين كمان في انه الازمه ما تكبرش السنه دي بالذات؟ خليني اقول لك عشان نقدر نقاوم الطقس السيء لابد ان كل الاجهزه والتنفيذيه التابعه للمحافظه وللدوله تعمل في تناغم واضح، وده احنا بنعمل عليه تدريبات من قبل النواب بشهور، وبنعمل لقاءات وبنعمل اجتماعات، ودور كل جهه تنفيذيه او دور كل وزاره بنحدده ويبقى محدد دورها بتعمل ايه بالظبط، وده اللي بيخلينا نقدر يعني نقاوم هذه الموجه من الطقس السيء. لان خلي بالك نتيجه الاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه كميه الامطار اللي بتنزل اصبحت ضعف الامطار اللي بتنزل الاعوام السابقه. نعم. وبرضو لازم نبقى واضحين حاجه، لنا امكانيات وقدرات والامطار بتعمل حاجه ربما عكس كده، بمعنى ان انا عندي طاقه استيعابيه مليون و900 الف متر مكعب بتستوعبهم شبكات الصرف عندي في اسكندريه. طب لو نزل عليا 4 مليون او 5 مليون متر مكعب بنعمل ايه؟ يبقى الميه دي كلها هتطلع فوق سطح الارض. ده اللي احنا بنشتغل عليه، وده اللي احنا بننقله بالعربيات والبدلات، وبيساعدنا في هذا الامر الامن والمنطقه الشماليه والقوات البحريه. كل الجهات دي بتساعد معانا عندما تكون موجه طقس سيء او تكون موجه الامطار او كميات الامطار اكثر من الطاقه الاستيعابيه لشبكات الصرف الصحي. سياده اللواء، احنا شايفين دلوقتي فيديوهات موجوده على الشاشه لوجود حضرتك اثناء يعني هذه الموجه والامطار ومتابعه العمل. خليني هنا استعين بمصطلح دايما سياده الرئيس بيقولوا ان المحافظ هو رئيس جمهوريه المحافظه بتاعته، ازاي تواجدك وسط العاملين تحديدا قبل الاهالي بيترك اثر طيب ان في او اثر في نفوسهم تحديدا انه راس المحافظه، اكبر مسؤول في المحافظه موجود وسطكم، مش قاعد في المكتب بيتابع العمل، لا هو موجود قبلكم في الامطار. هل ده بيرفع من روحهم المعنويه في فكره التصارع على اداء مهامهم الوظيفيه؟ كلامك حقيقي طبعا 100%. خليني اقول لك من عقد تكليفنا وتشريفنا بحلف اليمين، نعم، كان اول جملة قالها فخامة الرئيس الانحياز للمواطن، التواجد مع الناس. صحيح، كان لازم نتواجد مع الناس سواء الناس الشارع او العاملين اللي بيشتغلوا معانا. طالما الجهات كلها شايفه المحافظ اللي هو راس المحافظه موجود معاهم في الشارع، يبقى بناء عليه هيبقى جميع القيادات موجوده وجميع العاملين موجوده، ما حدش هيأثر. صح، وده امر هام جدا، تواجد الرئيس مع المرؤوس مع كله بيعمل في تناغم واحد، ده اللي هو بيقدر يخلينا نقدر نقاوم الموجات والنواه الضخمه جدا. نعم. انا يمكن انا بكلمك دلوقتي وفوجئت بامطار غزيره جدا على معظم احياء اسكندريه بشكل يعني زي امبارح واول امبارح. نعم. يعني يمكن فعلا هي السنه دي هي اللي بداها السيد الرئيس بوجوده في يعني الشارع ومتابعه العمل اول باول. سياده اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه، بنشكر حضرتك يا فندم، وتمنياتنا ليكم بمزيد من التوفيق حتى الانتهاء من هذه الازمه. نتمنى السلامه طبعا لكل المواطنين الموجودين في اسكندريه ومطروح واكيد جميع المحافظات.